الصفحة الرسمية للنيابة العامة على الفيسبوك نشرت بالأمس حلقة جديدة ضمن السلسلة الوثائقية اللي بتتكلم عن مسيرة ارتقاء النيابة العامة. تعالوا مع بعض نتابع نشوف فيديو لهذه الحلقة الخاصة بالمكاتب الرقمية والسيارات المتنقلة والتدريب. في إطار تحقيق النيابة العامة هدفها الاستراتيجي نحو تيسير الإجراءات على المواطنين، أنشأت 164 مكتباً رقمياً لتقديم خدماتها على مستوى الجمهورية. الغاية منها سرعة إنجاز الخدمات بصورة غير مركزية وتيسيرها على المواطنين ومكافحة صور الفساد المختلفة. بدأت فكرة إنشاء المكاتب الرقمية في محافظة الإسكندرية بسبب اللي كانت فيه شكاوى عديدة من المواطنين وجمهور المترددين على تلك النيابة من ازدحام شديد وعدم القدرة على اللي هم ياخدوا مصالحهم بسهولة ويسر. فكان الاتجاه اللي احنا نحل المشكلة دي ونشوف أسبابها عشان نقدر نحلها. ابتدينا نفكر ان احنا نعمل حاجة اسمها مكتب الرقمي للخدمات اللي بتقدمها النيابة العامة. ومن هنا ابتدت الفكرة واللي نجحت فعلا في توفير قدر كبير جدا من المشاكل وتيسر على الجمهور المترددين على النيابة من محامين ومواطنين. وصف تلك المكاتب كأيقونات للنيابة العامة لأنها انتشرت على مستوى الجمهورية، فبالتالي أصبحت أيقونة للنيابة العامة بشكل شبه واحد في كافة الأنحاء. نجحت تلك المكاتب في القضاء على صور الفساد المختلفة وتقليل زمن المعاملات اللي بتتم في النيابات عن طريق فكرة الشباك الواحد وفكرة عدم تعامل المواطن أو المحامي مع أكثر من شخص في المنظومة الإدارية في النيابة العامة. والهدف منها اللي أنا المواطن بيقدم الطلب أو المستخرج اللي هو عايزه لشباك واحد وبيتم التعامل من خلاله وبياخد الخدمة من خلاله دون الحاجة اللي هو يتعامل مع أكثر من شخص. الخدمات التي تقدمها تلك المكاتب الرقمية هي خدمات خاصة، ابتدت بخدمات خاصة بنيابات شؤون الأسرة وتطورت الفكرة لدى النيابة اللي هي تقدم خدمات أخرى إلكترونية في تلك المكاتب مثل الخدمات الخاصة بنيابات المرور والخدمات الخاصة بخدمات العدالة الجنائية. هذه المكاتب تقدم خدماتها لعدد 6000 مواطن يوميا بمتوسط معاملات 65600 معاملة وفي ازدياد مستمر. عالجت إدارة النيابات المشاكل اللي رصدتها من واقع التطبيق الفعلي والتواجد في النيابات المختلفة للمنظومة والمكاتب الرقمية اللي كان تلاحظ وجود ازدحام في بعض النيابات وشكاوى من بعض المواطنين وبعض المحامين. اشتغلنا على أكتر من رافض في تلك النقطة، رافض خاص بزيادة عمل العاملين في المكاتب الرقمية، رافض تاني خاص بتطوير التطبيق وتحديثه لأنه يشتغل بسرعة أكبر، رافض خاص بالتكنولوجيا نفسها المستخدمة. نقدر نقول بشكل كبير اللي هو استقر، وإحنا برضو دي مش النهاية بالنسبة لنا، إحنا التطوير مش هينتهي وهنفضل بندعم وبنطور في التطبيق لأداء اللي هو يشتغل بشكل أفضل ويوصل المواطن برضاء كامل عن المنظومة. أيضا من المنافذ المستحدثة اللي اتجهت ليها النيابة العامة إنها تقدم خدماتها الرقمية عن طريق وجود سيارات مجهزة للعمل كمراكز تكنولوجية متطورة. كان هذا الأمر الهدف منه بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن يكون في شبابيك لخدمات المواطنين بتجهيزات أجهزة لابتوب وطابعات ومكانات بي او اس للعمل على التحصيل الإلكتروني للمبالغ المالية اللي بيتم العمل بمعاملات فيها في تلك الخدمات اتساقاً مع سياسة الشمول المالي للدولة. وكان الغرض من هذا الأمر هو الوصول للأماكن اللي بعيدة عنها تلك الخدمات، وذلك حتى يتمكن المواطن في الحصول على خدماته في إطار وجود حياة كريمة والمشروع المستهدف من الدولة في هذا الشأن. تم الاتفاق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن احنا يتم إمدادنا بعدد سيارتين كدفعة أولى، ثم بعد ذلك بعد النجاح للتشغيل التجريبي ليها هنتم زيادة الأعداد لكي
نضمن أنها تكون في أنحاء جمهورية مصر العربية. إن تدريب وتأهيل العناصر البشرية للعمل على المنظومة الرقمية هو أحد المقومات لنجاح هذه المنظومة وأهم مستهدفات الاستراتيجية، فتنمية وتطوير العنصر البشري من أهم ضمانات استدامة العمل في أي منظومة. بعد الانتهاء من نشر المنظومة الرقمية بدائرة استئناف إسماعيلية، كان لابد من تدريب الأعضاء والموظفين على العمل عليه. اختارت إدارة النيابات أن يتولى التدريب متخصصين من المهندسين بالإدارة عشان نضمن تقديم معلومة جيدة وخبرة عملية للمتدربين، واختارت كذلك الإدارة أن ينتقل المدربين إلى بيئة عمل المتدربين. وكانت دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية أولى التجارب اللي أثبتت نجاحها، وكانت دي نقطة الانطلاق بعد كده والنموذج اللي تم تعميمه على مستوى الجمهورية. هذا النجاح كان يلزم معه إنشاء إدارة متخصصة للتدريب بإدارة النيابات، واللي تولت وضع برنامج يضمن تدريب نظري قائم على شرح خصائص كل البرنامج وكيفية العمل عليه وتدريب عملي على استخدامه وإجراء عمليات محددة على كل نوع من البرامج. واهتمت الإدارة بتدريب الأعضاء والموظفين على كافة الأعمال داخل البرنامج الواحد، بمعنى أن عضو أو موظف النيابة الجزئية اتدرب على أعمال النيابة الكلية والعكس، لأن هذا الأمر كان ليه فوائده بعد كده في سهولة نقل وتوزيع الموظفين تحديداً بين النيابات بحرية. ومجموع المدة اللي كان مقرر للتدريب العضو أو الموظف هي 10 ساعات، ومع انتشار أعمال التدريب أصبح هناك أعضاء وموظفين قادرين على تدريب زملائهم، وتم الاستعانة بيهم في تحسين عملية التدريب، إلى جانب أن الإدارة أعدت بمعرفة المهندسين المختصين مجموعة من الفيديوهات التوضيحية لكافة تفاصيل العمليات المختلفة بالبرامج الرقمية، وتم إرسالها للأعضاء والموظفين للاستفادة بها. والحقيقة أن اللي كان أكتر فايدة من التدريب نفسه هي مناقشات الأعضاء والموظفين مع بعضهم أثناء عملية التدريب لتفاصيل العمليات اللي اتدربوا عليها وكيفية مواجهتهم للمشكلات العملية اللي كانت بتواجههم، بل والأهم أنهم كانوا بيقدموا مقترحات بتحديث البرنامج من واقع استخدامهم الفعلي. وفي خلال عملية التدريب كان أنشئ مقر إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب معالي النائب العام، وتم الموافقة على مقترح إجراء جزء من التدريب فيه، وبالفعل كانت تجربة ناجحة جدا. دربنا فيه أعضاء وموظفين دوائر نيابات استئناف القاهرة والمنصورة وطنطا، وبإذن الله في المستقبل القريب هنطور هذه التجربة لأنها أثبتت نجاحات أكثر. هذا وقد تمكنت النيابة العامة من تدريب كافة أعضائها على مختلف البرامج الرقمية، وكذلك تدريب 7795 موظفاً من العاملين عليها بواقع 4100 ساعة تدريب.